بداية أنا أحب أعبر عن سعادتي بتواجدي هنا في قلعة رياضية كبيرة، يمكن أكبر قلعة رياضية في الوطن العربي أو حتى في أفريقيا وآسيا، اللي هو النادي الأهلي، وأنا من أكبر مشجعين النادي الأهلي من زمان. اليوم أنا لما أكون متواجد هنا مع الكابتن محمود الخطيب كنجم كبير في كرة عالم كرة القدم ورئيس نادي الأهلي، شيء كبير بالنسبة لنا. احنا اجتمعنا مع الكابتن محمود، تكلمنا في امور كثيره تخص النادي الاهلي خاصه. يعني انا زيارتي مش يعني مو بصفتي كرئيس اتحاد، لكن لمحب لنادي الاهلي وللكابتن محمود. فان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله ممكن نتكلم في تفاصيل اكثر، بس بشكل عام هي زياره وديه حبيه للكابتن محمود لنادي الاهلي. احنا في الدول العربيه خاصه يمكن دول الخليج معتمدين دائما على الدعم الحكومي اكثر من الرعايه التجاريه. فانا المنشات اللي شفته وشكل حاجه ممتازه، وتفاجأت ان كلها من دعم او مدخول خاص بالنادي بدون اي دعم حكومي، وهذا شيء كبير يدل على مكانة النادي الأهلي تأكيدا على مكانته الكبيرة. فهذا يعني مثل ما قلت لك، هذا خلي أبناء الأهلي، وأنا ممكن هنا أوجه رسالة بسيطة للاعبين الأهلي سواء لكل اللعبات من الأشبال لحد الرجال وجمهور الأهلي ومحبين الأهلي، أنا أقول لهم عندكم نادي الواحد يفتخر فيه أنه يكون أهلاوي. الناس بتحسدكم على تواجدكم في النادي الاهلي، خاصه لعيبه نادي الاهلي، انه مش اي واحد ممكن يحصل الفرصه انه يكون في نادي كبير بالحجم هذا. فاتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، جماهير نادي الاهلي. وبهالمناسبه احب ابارك لهم على فوزهم امس على نادي وفاق سطيف الشقيق، مباراه كانت حلوه بالنسبه للنادي الاهلي، يعني تقريبا قطع نسبه قويه كبيره في التاهل للنهائي، لكن كره القدم ما لها امان. ولكن نتمنى ان شاء الله ان احنا الماتش الجاي الاهلي يتاهل للنهائي ويكون نصيبه كاس ابطال افريقيا ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا في قطر كل شيء ممكن. وجود نادي مثل النادي الاهلي والطرف الاخر اعتقد الوداد المغربي يكون قريب، يعني الناديين من اكبر الانديه العربيه وشعبيه كبيره في خاصه في قطر وفي الخليج. يعني الفكره هذه ممكن الان من سؤالك جات في دماغي، فممكن ليش لا؟ يعني اذا لوائح الاتحاد الافريقي تسمح باقامه النهائي خارج القاره، ليش لا؟ احنا راح نتشرف باستضافه راح نكون متشرفين باستضافه مباراه من هالحجم، مثل ما استضفنا السوبر الافريقي لمده 3 سنين او 4 سنين. فممكن ان احنا نستضيف البطوله هذه اول مباراه هذه، وراح نفتح نقاش ان شاء الله مع الاتحاد الافريقي ان شاء الله.